تقديم مترشحين لديهم شبهة فساد. ابتداء دعوني أتقدم بالتهنئة ورجال المهنة مهنة المتاعب الصحافة غدا إن شاء الله 3 مايو سنة مهنة المتاعب في نقلي. أستاذ مدام مازن كانت تتحدث في كل مرة عن عدم حالتكم الصحة تبارك الله فيكم ربي يعاونكم حاجة باهية. مثلا بكثر خيركم وربي يهنيكم وربي يعطيكم صحتكم هذا ما نطلب لها. كان في هذه في هذا الفطور عدة مشاركين ومساهمين منهم فندق المنتزه اللي نشكره على كل التسهيلات اللي قدمها لنا من إعلاميين من صحفيين من فنانين وعلى رأسهم جوق ديار الأندلس والفنان فيصل كاهية ومبارك دخلها. وإن شاء الله احنا مدى بينا هذه المبادرات ديما تقعد لأنها تفرح ناس يحتاجوا للفرحة في هذا الشهر الكريم.